قضية أن صاحب القبر هل يشعر بالزائرين؟ الله أعلم، لم يثبت في هذا شيء. وردت أحاديث ضعيفة أن أهل القبور يتزاورون وأن صاحب القبر يشعر بالذين يزورونه، كل هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أيضا خلافه. فالعلم هذا أمر غيبي الله أعلم به، لكن ممكن إذا مت أنت تبلغنا عاد إيش تحس، ما تحس أدري اللي يجيك ولا لا. يعني كأنك مالك نية تبلغنا، ضيعت الموضوع. يلا كلها الله يسامحك.